من لقي أحبابه نسي أصحابه، بايدن بين نارين، نار في الغرب ونار في الشرق، ومخزون أمريكا لا يكفي جبهتين معا، فعلى بايدن أن يختار إما زيلينسكي أو نتنياهو. فهل تجبر الباطل واشنطن على ترك أوكرانيا لقمة سائغة في وجه الدب الروسي؟ الباطل قصفت مشفى الشفاء في المدينة وليس الفصائل، هكذا فجرتها نيويورك تايمز. وارتفاع عدد قتلى جيش الباطل إلى 368 جندياً. مستقبل الرهائن في المدينة يصطدم بتصريحات للباطل متناقضة، فما هي؟ ووجود أكثر من مليون طفل في المدينة، هكذا أعلنتها اليونيسيف. الجيش الروسي يقضي على 895 جندياً أوكرانياً ويسقط 23 مسيرة أوكرانية، فما النتائج؟ وصواريخ موجهة وقذائف مدفعية، واشنطن ترسل المزيد من الأسلحة للباطل سراً. وقمة بايدن وشي، توقعات ضئيلة واتفاق محتمل بشأن التواصل العسكري. إليكم التفاصيل. الباطل من قصفت المستشفى. خلص تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن القصف الذي تعرض له قسم الولادة في مستشفى الشفاء في المدينة تم بواسطة قذيفة من الجيش، وليس كما زعمت الباطل بأنه ناتج عن قذيفة أطلقتها الفصائل بالخطأ على المستشفى. ووفقا لنيويورك تايمز، فإن تحليل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بغارات يوم الجمعة أظهرت أن بعض الذخائر أطلقتها القوات على الأرجح. فبعد دقائق من الساعة الواحدة ومع احتدام القتال بين قوات الباطل والفصائل، انطلقت قذيفة فوق مجمع الشفاء الطبي في المدينة واصطدمت بوسط باحة مستشفى الشفاء، وهو المكان الذي لجأ إليه آلاف النازحين من المدينة. ارتفاع عدد قتلى جيش الباطل. أعلن جيش مقتل وجرح عدد من جنوده في المعارك في المدينة، فيما أكدت الفصائل مقتل 9 جنود وتدمير 22 آلية خلال الساعات الماضية. كما أعلن الجيش مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات في معارك شمال القطاع. وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش في الهجوم على المدينة إلى 368 قتيلاً وإلى 49 قتيلاً منذ بدء التوغل على القطاع. تصريحات الباطل عن الرهائن. وسط تدفق تصريحات وصفت بالمتناقضة من المسؤولين بشأن مفاوضات تبادل الأسرى، يشكك خبراء في إمكانية أن توقف تل أبيب الحرب على المدينة حتى لو تم تحرير كافة رهائنها المحتجزين هناك. وتنوعت تصريحات المسؤولين في الساعات الأخيرة بين من يصر على وجوب تحرير الرهائن ومن يشكك في أنهم باقون على قيد الحياة، ومن يؤكد على استمرار الحرب حتى لو تم الانتهاء من هذا الملف. حيث صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن حكومته تعمل بشكل متواصل على تحرير الرهائن، وعند توصلنا لشيء ملموس سيتم الإعلان عنه. كما صرح عضو الحكومة الإسرائيلية الحالية ووزير الدفاع السابق بيني غانتس أثناء زيارته للقيادة العسكرية في شمال إسرائيل أنه حتى لو حصلت هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن، فإن الحرب في المدينة لن تتوقف حتى تحقيق أهدافنا. أكثر من مليون طفل في المدينة. أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة كاثرين راسل أن هناك أكثر من مليون طفل في المدينة، والعديد منهم في عداد المفقودين أو تحت أنقاض المباني المدمرة. وقالت راسل في بيان إنه لا يوجد في قطاع المدينة مكان آمن لمليون طفل، مشيرة إلى أن أكثر من 4.6 ألف طفل قد قتلوا وأصيب نحو 9000 بجروح. وأضافت أن الكثير من الأطفال تم فقدانهم وقد يكونون تحت أنقاض المباني. وأشارت إلى أن فتح المعابر الحدودية مؤقتا لنقل المساعدات الإنسانية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مضيفة أنه مع اقتراب موسم الشتاء قد تزداد الحاجة إلى الوقود بشكل كبير. القضاء على مئات الجنود الأوكران.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 895 فرداً بين قتيل وجريح، وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخيه مارس أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة جادام خلال 24 ساعة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا. على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 155 عسكرياً. على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك، صدت القوات الروسية 6 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 210 عسكريين بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومركبات منها مدرعة برادلي أمريكية ومدفع M119 أمريكي. على محور دونيتسك، صدت القوات الروسية 5 هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 300 فرد بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة غربية الصنع. على محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر العدو 60 عسكرياً، وتم تدمير أسلحة غربية. على محور زابوروجيا، تم القضاء على 75 عسكرياً، وتدمير أسلحة ومدافع غربية. وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو 95 عسكرياً، وتدمير مدافع غربية. كما تم إسقاط 23 مسيرة في لوغانسك ودونيسك وزابوروجيا وخيرسون، واعتراض صاروخيه مارس أمريكيين، وقنبلة جوية موجهة جادام أمريكية الصنع. أسلحة جديدة من واشنطن للباطل. أظهرت وثيقة داخلية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة رفعت من مساعداتها العسكرية إلى الباطل سراً لتمتد لما هو أبعد من صواريخ نظام القبة الحديدية الاعتراضية، وأنها قدمت لتل أبيب صواريخ موجهة بالليزر لأسطول مروحيات الأباتشي وقذائف مدفعية من عيار 155 مليمتر وأجهزة رؤية ليلية وذخائر مضادة للتحصينات ومركبات عسكرية جديدة. وقالت بلومبيرغ إنها اطلعت على قائمة داخلية للبنتاغون بتلك المعدات، وإنها تظهر أن المساعدات العسكرية الأمريكية تمتد لأبعد مما أعلنته الولايات المتحدة عن تقديم مساعدات لنظام القبة الحديدية والقنابل الذكية التي تصنعها شركة بوينغ. وأشارت بلومبيرغ إلى أن تلك المساعدات واصلت تدفقها على الباطل حتى في الوقت الذي زاد فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية من التحذيرات بشأن تجنب الضحايا المدنيين في المدينة. وقالت الوكالة إن الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة وردت في وثيقة معنونة بطلبات قائد إسرائيلي كبير، ويعود تاريخها إلى أكتوبر الماضي، ويجري تداولها في أوراق البنتاغون. وأخيراً عزيزي المشاهد، هل دعم الولايات المتحدة الأمريكية للباطل سراً سيغير من مجرى الحرب على المدينة؟